عمر 17 سنة كان في علاقة ايه كاملة ومستقرة كامل بين مراهقة ومراهقة. صحيح. شو يعني علاقة كاملة ومستقرة بعمر 17 سنة بين مراهقة ومراهقة؟ شو كان يلفتك فيها؟ شو كان يلفتك؟ شو كان يجذبك؟ ممكن كانت هي ملتفتة لي أكثر من أنا، هي تثيرني وتتحرش فيني، وأنا ما أقاوم. ما قاومتي؟ لا بالعكس، كنت مهيئة جدا لشيء هذا، مهيئة، بس كنت أقتنع بكلام الدكتورة فعلا، في شخصيتين ممكن يكون عندهم نفس الشيء، بس أنت لما تكون في مجتمع احتكاكك في الرجل زيرو، راح تكون احتكاكك في المرأة 100%، وهذا اللي حاصل عنا. يعني أنا بعتقد بعد ما تزوجت وتأكد لي أنه فرصة وجود رجل في حياتي غيرت لي شخصيتي، غيرت لي والقراءة في الكتب. شو كنت تطلبي من المرأة شو كنت تطلبي من صديقتك اللي عشت معها اللي كان عندك معها علاقة كاملة؟ أطلب منها كل شيء أطلبه من الرجل الآن. الأولوية كانت بالنسبة لك مع المرأة الحنان، لا، الحب، أم لا، الجنس فقط؟ جنس فقط، الجنس أولا، الحنان والحب عند أمي، هاي الجنس فقط، ولو كان في رجل ما احتجت للمرأة.